الفنان طارق عبد الحليم، عايز اعرف من حضرتك تقول ايه للفنان هاني شاكر بعد ما قرر الاستقاله من منصبه كنقيب للمهن الموسيقيه. انا كطارق عبد الحليم عضو عام في نقابه المهن الموسيقيه بطالب الاستاذ هاني شاكر ناقبنا انه يعذر عن الاستقاله، لان انا انتخبت. الاستاذ هاني شاكر مش جاي بتزكيه، ده جاي بانتخاب بجمعيه عموميه انتخبته انه يبقى هو النقيب. فمش معنى ان هو انتخب كنقيب ان هو يسيب النقابه في اي وقت، هو مش من حقه. انا وفاء عامر عايز اعرف من حضرتك ليه زعلانه من استقاله الفنان هاني شاكر من نقابه الموسيقيين؟ اولا انا بحب المقاتل، يعني انا ما بحبش ان حد يعني يحس ان حواليه هجوم فيدي ظهره ويمشي، لا. انا واحده ست بحب دايما اخش في المسائل بدراعي. طالما وافقت حضرتك استاذ هاني شاكر فنان كبير قدير انك تقعد على كرسي، خليك قد الكرسي ده واوعى تسيبه الا وانت منتصر، ولازم تثبت لكل اللي حواليك ان الكرسي ده يعني ولا حاجه من غير هاني شاكر، ولا حاجه من غير حد فعلا فايتر ويقدر يعمل حاجه كويسه للنقابه. انا اتمنى ان انت تعدل عن قرارك، واتمنى ان يعني انا نقابه مهن تمثيليه لكن متضامنه مع انك تقف جنب النقابه وتظل. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. الحقيقه انا بقول للاستاذ هاني شاكر ان انت رمز مهم للموسيقيين ولنقابه المهن الموسيقيه. انا عارف ان المسؤوليه دي شاقه بحكم خبرتي في نقابه المهن التمثيليه، انما ارجوك لان الموسيقيين الحقيقيين المحترمين الشرفاء محتاجينك تبقى موجود. انا عارف ان في جهد عليك وانت فنان كبير، انت فنان كبير والنقابه هتاخد من فنك ومن جهدك، فليكن الفتره دي الاربع سنوات وخاصه بعد انت ما قبلت والناس نزلت واديت لك اصواتها، عليك ان تتحمل مقابل الناس اللي نزلت وسندتك وقفت جنبك واختارتك كنقيب. المهمه شاقه ونقابه الموسيقيين نقابه متعبه، واعلم ان هناك اعضاء مزعجين، انما هناك اعضاء حقيقيين محترمين موسيقيين ومطربين وفنانين وعازفين مهمين جدا لمصر، لازم تبقى واقف. وانا عارف ان انت عملت في الفترة القليلة دي أنشطة مهمة، ان الاول مرة النقابة تحصل على ارض، وفي نفس الوقت عملت مشروع علاج محترم للموسيقيين، فنرجوك يبقى الاسكان مع المشروع الصحي ده مهم، ولسه هتقدر تنظم وتحافظ على المهنة. الفنانة جنات، عايز اعرف رأي حضرتك ايه في استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين في مصر؟ الحقيقة خسارة كبيرة، لانه الفنان هاني شاكر غير انه فنان كبير احنا بنحترم فنه، وواجهة مشرفة للنقابة، وبيتمتع بشعبية كبيرة يعني، فكل الفنانين بيتحاموا فيه يعني، لانه هو بيحس بينا وبيحس بمعاناتنا، فحرام الحقيقة. ويعني مفروض انه ما يتخلاش عن كل الناس اللي هي بتحبه، رغم الصعوبات الحقيقة اللي بتواجه النقابة والمشاكل اللي بتحصل فيها، وده وضع طبيعي يعني، انه اي منصب كبير بيبقى فيها مشاكل. فاظن انه هو بخبرته وبسياسته يعني عنده ثقافة كبيرة في التعامل، فاظن انه هو يقدر يحتوي كل المشاكل بسهولة من غير ما ياخد قرار زي ده، يعني هيتعب الفنانين الحقيقة. الفنانة الكبيرة نادية مصطفى، يعني عايز اعرف ايه رأي حضرتك في استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين في مصر؟ استقالته اكيد هتكون خسارة كبيرة جدا لينا احنا، يعني احنا اللي هنفتقد قامة كبيرة في النقابة ونقيب ليا، وانا يعني مش هتكلم كعضو في مجلس ادارة لكن هتكلم كعضوة في نقابة الموسيقيين. انا ما صدقت لقيت يعني نقيب محترم وواجهة ومشرف ومثقف وانسان بقى، ودي ونحط تحت منها مليون خط، لانه هو بجد انسان بما معنى الكلمه، يعني بما تحمله الكلمه دي من معاني. انا مصدومه اصلا من القرار، لكن انا بقول ان هو كبني ادم
اخذ القرار ده يمكن في لحظه غضب، وانا عارفه حطيت، انا دايما بحط نفسي في موقع البني ادم يعني، ولو كل بني ادم حط نفسه في موقف هاني شاكر هيقتنع بوجهه نظره او رد فعله. انا مش مقتنع بان هو ينسحب، لان هو اقوى من كده، وهو لازم يعرف كويس قوي ان احنا كلنا جنب منه وراه وعايزينه معانا، ومش هنقبل استقالته. عايز اعرف ايه راي حضرتك في ان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر يقوم بتقديم استقالته من نقابه المهن الموسيقيه؟ لا طبعا، يعني اقدم استقالته ليه؟ فنان ذو قيمه وفنان مثقف من الزمن الجميل، وليه اقدم استقالته مهما كان التعليق او مهما كان اي حد علق عليه في اي حاجه وكده؟ هو بس هو عامه وجهات نظر في حاجات لازم تمشي سليمه واوراق لازم تمشي سليمه، فالراجل بيتكلم سليم، فما ينفعش يسيب النقاب لانه فنان. احنا مصدقنا ليه فنان زي ده محترم، بقول لك من الزمن الجميل، هو زمن عبد الحليم على فكره يا استاذ هاني شاكر، من ايام فنان الراحل عبد الحليم حافظ يعني. طب انت حضرتك كنت موجود في نقابه المهن الموسيقيه من قبل الفنان هاني شاكر ما يتولى النقابه. هل حضرتك حسيت بفرق بين الاستاذ هاني شاكر ومن سبقه من النقباء لنقابه المهن الموسيقيه؟ طبعا. ايه الفرق بقى اللي حضرتك حسيته؟ بيحاول ينظف في البلد، بيحاول ينظف في الفنانين في النقابه، بيحاول بيعافر يعني. تمام. وبعدين احنا كلنا انتخبناه لانه فنان، فنان صوت محترم وصوت جميل جدا، وانا عن نفسي بحبه، وبالتالي الوطن العربي كله بيحبه يعني، لانه فنان كبير. فما فنان كبير زي ده فاهم يمسك النقابه، فبالتالي دي حاجه حلوه جدا. ليه يستقيل وليه الناس تستسلم له هو يستقيل؟ الفنانه الجميله بوسي، كنت عايز اعرف راي حضرتك في استقاله الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين في مصر. طبعا انا رافضه الموضوع ده، عشان بغض النظر عن انه فنان جميل وليه قدره وليه مكانته في الغنى وفي الوسط، هو فنان عبقري احنا بنحبه والناس كلها بتحبه، وانا رافضه الموضوع ده ومش موافقاك يا ست نقيب على القرار ده، عشان احنا بنحبك والناس كلها بتحبك، واحنا حقنا عليك انك ما ينفعش تسيبنا، ما ينفعش تاخد القرار ده مره واحده كده ومنك لنفسك، عشان احنا لينا حق عليك، واحنا بنحبك والناس كلها بتحبك، واحنا انتخبناك وناس كتير انتخبتك كنقيب لينا، واحنا ما صدقنا ان يجي لنا نقيب محترم زيك ويخاف علينا ويخاف على النقابه ويعمل حاجات كتير حلوه للنقابه، عشان بصراحة الناس كلها بتحبك وما ينفعش، ما ينفعش تسيبنا يعني. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا معترض اعتراض تام، مش على، أنا دلوقتي مش بتكلم على الأستاذ هاني شاكر دفاعا عن نقيب الموسيقيين أو النقابة، النقيب المخول برعاية مصالح الموسيقيين في مصر اللي أنا واحد منهم. أنا بتكلم دلوقتي على رمز من رموز الغناء والموسيقى في العصر الحديث، أمير الغناء العربي أستاذ هاني شاكر، كفانا إساءة للقامات الفنية التي لم تعوض. ده راجل أثرى الفن المصري على مدار أكثر من 30 سنة، ما ينفعش مهما كان وما حصل ردود الأفعال أو يحصل لغط بالشكل ده في أي موضوع أيا كان، ونسيء لشخصه أو نسيء لحجمه أو نسيء لمنصبه بأي شكل من الأشكال. فأنا أرفض تماماً الأستاذ هاني شاكر مع أول موجة ومع أول صدام مع أياً كانت الناس اللي هو اصطدم بيهم، أنا أرفض تماماً أن هو يتقدم باستقالته مع أول موجة، وموجة ليست دعاتية عشان هو يستقيل بالسرعة.